كواليس اهتمام برشلونة بضم زياش منذ بداية الميركاتو. لابورتا خوان لابورتا رئيس برشلونة بيفجرها لصحيفة سبورتس الأسبانية عن ميركاتو برشلونة وكذلك عن كواليس فشل صفقة زياش إلى برشلونة بعد أن كانت قريبة جدا 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 منذ بداية الميركاتو. هنعرف كل التفاصيل، هنعرف كل التصريحات من خوان لابورتا رئيس برشلونة، ولكن في البدايات وكالمعتاد أحلى الناس برحب بيكم جميعا أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي أسود الأطلس النجوم المغاربة والمنتخب المغربي بصفة عامة، وبالتحديد وبصفة خاصة عشاق ومحبي المبدع المغربي حكيم زياش. طبعا خوان لابورتا كان تحدث في حوار مهم جدا وشيق مع صحيفة سبورتس الأسبانية اليوم، وتحدث انه سعيد جدا بميركاتو برشلونة بعد قدوم داني ألفيش وفيران توريس وأداما تراوري، وايضا اعترف خوان لابورتا بان برشلونة فعل ما في وسعه للاستجابة لطلبات تشافي في هذا الميركاتو. هنقول لحضراتكم طبعا بقيه التصريحات. ايضا خوان لابورتا كشف عن كواليس صفقه حكيم زياش وانه كان قريب جدا من فريق برشلونه، وكل اداره برشلونه عملت كل ما في وسعها لقدوم زياش، لكن خوان لابورتا اعترف ان اداره تشيلسي تعنتت بشكل كبير جدا في رحيل الساحر المغربي الى برشلونه. خوان لابورتا اعترف بان برشلونه قدم عرضه الاول ب 35 مليون يورو، لكن العرض ده تم قبوله بالرفض من جانب اداره تشيلسي، ثم زاد عرض برشلونه الى 50 مليون يورو لاداره تشيلسي من اجل قدوم زياش الى الكامب نو، لكن برضه العرض ده تم رفضه من جانب اداره تشيلسي. ولابورتا قال بان تشافي كان عاوز حكيم زياش كخيار اول لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو، وعمل كل اللي في ايديهم بالمعنى البلدي، ولكن زياش مش نصيبه ياتي الى برشلونه في هذا الميركاتو. وايضا في نهايه حديثه تحدث خوان لابورتا عن اللاعب المغربي الاخر نصير مزراوي، وقال بانه زي ما عملوا مع تشيلسي عملوا مع اياكس، تفاوضوا بشكل كبير جدا مع اياكس لقدوم نصير مزراوي، لكن المفاوضات لم تنجح ولم تكلل بالاكتمال. وقال بأن نصير مزراوي في برشلونة بنسبة 100% في الصيف القادم، وهو ما أكده نصير مزراوي بنفسه. أتمنى كل التوفيق لزياش ونصير مزراوي وكل النجوم المغاربة، ونتقابل على خير في حلقات قادمة.